السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إسراء معاكم. أنا انضميت لفريق العمل اللي هو في قصر المنتجات، وأول منتج النهاردة بقدمه لكم هو لازق مواسير الحمام. وطبعا مش بس الحمام، يعني هو بيلزق المواسير، مش بس الحمام أكيد، ممكن المطبخ. وهو متسمي لازق مواسير الحمام دوت إن هو بيلزق المواسير، يعني علشان احنا بنحتاجها كتير، مش علشان هو متخصص بس فيها. وهنشوف في الشرح دلوقتي. واولا بيكون لونه اسود، الطول بتاعه بيكون 5 متر، اللزق بتاعه او قوة اللزق بتاعته بتكون قوية جدا على مواسير الحمام او المطبخ، علشان توقف اي تسريبات موجودة في المية. الماسورة مثلا بتنقط، الماسورة بتنزل مية، لا ان هو يلزقها بقوة مفيش حاجة تنزل. ممكن لو في ثقوب كبيرة، في تشققات كبيرة صغيرة ايا كانت، هو يقدر ان هو يلزقها وتحافظ على المكان من فيه مية تنزل. قبل بقى ما اجيب مثلا سباك يعمل لي الماسورة بتاعتي كمان، يعني مش بس يلزق على المعادن، ممكن يلزق على النحاس، الومنيوم، خشب، سيراميك، ازاز، ممكن لو بلاط، بورسلين، اكليريك، اسمنت، خرسانة، ممكن لو حائط يلزقها، ممكن استخدمه في العربية زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، ممكن استخدمه في حاجة في العربية. المهم ان انا بقدر الزق بيه، هو لاصق بقى، بس زي ما قلت لكم ان هو متسمى بس لاصق مواسير الحمام، ده الاسم بتاعه. كمان اللي ممكن يلزق المواسير حتى لو كان فيه اتساخ موجود فيها، حتى لو كانت المسامات او الثقوب اللي موجودة فيها صغيرة او كبيرة زي ما قلنا، لان هو بيكون اللازق ده بيكون سميك جدا، فبالتالي ما بيتأثرش بالمية كمان. وطبعا بعد ما ملزقه، لو انا جيت في وقت ان انا محتاجة ان انا اخلع اللزقة بتاعته دي بسهولة جدا، في لحظة ممكن بخلعها او ان انا اشيلها بسهولة. لازق مواسير الحمام دوت يعني بيلزق اكنه جزء من الماسورة، يعني تماما اتلزق، مفيش فراغ تماما، علشان كده ما تلاقيش الماسورة مثلا تنقط، لا خلاص، يعني هو الموضوع اتحل. لو في مثلا عندي دورة معين، لا خلاص مفيش حاجة هتنزل منه، مفيش مية هتنزل منه، سواء كانت المية سخنة او باردة، مش هتأثر عليه، على اللازق نفسه. لو عايز ألزق بيه كمان خرطوم مثلا، مية عندي اتخرم كده، لا انا بلزقه بسهولة، مفيش حاجة تنزل منه. ده انا لو عندي سلك كهرباء بيتلزق زي اللزقة العادية كده لما بجز بيها سلك الكهرباء، انما بتلزق، انما لاصق المواسير بيلزق كل اللي احنا قلناه. يعني هو سهل في شرحه، بس الفكرة بتاعته جديدة تماما. طبعا انا قلت لكم ان انا اول مرة اظهر معاكم النهاردة، فكان لازم اقدم منتج يكون جديد فعلا منتج ممتاز اللي هو لاصق المواسير. لو في حد بقى شايف ان في حاجة مش واضحة، اخر حاجة بس اقولها، هو طوله كبير 5 متر، دي اخر حاجة انا افتكرتها. لو في حاجة انا يعني نسيت ان انا اقول لكم عليها، او في حاجة مش واضحة في الشرح بتاعي، ممكن اللي حابب يسيب لي سؤال دوت في التعليق. كمان اللي حابب يطلبه بيتصل بينا على 011-24-24-3700 او 010-24-119-119، ولو كان من خارج مصر بيكون 002-011-24-24-3700. وكمان لو حابب يرسلنا على الواتس بيكون 011-54-37-6696. اللي حابب يتابعنا على الفيسبوك قصر المنتجات، على اليوتيوب قصر المنتجات، على بلوجر قصر المنتجات، على بنترست قصر المنتجات، اي موقع بتلاقينا موجودين عليه باسم قصر المنتجات. وهتشوفوني قريب ان شاء الله هقدم لكم منتجات حلوه.
واشوفكم المره الجايه. مع السلامه.